بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع مس هناء السمان. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب المعاصر يونت 2 الوحدة الثانية. إن شاء الله هنحل على أول درسين واحد واثنين في الوحدة. بنفكرك إن إحنا برضو شغالين من كتاب جم، لو حابب تتابع معانا هتلاقيه موجود معاك على القناة. عنوان الوحدة الثانية يونت 2 It's my favorite subject، إنها المادة الدراسية المفضلة لدي أو مادتي المفضلة. هنشوف هنا أول تدريبات هتقابلك عندك في صفحة 71 Exercise on Vocabulary Study، تدريبات على الـ Vocabulary المفردات. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 I never walk to school. أنا أبدا لا أمشي للمدرسة. Because it is far away، لأنها بعيدة. The synonym of far away is synonym يعني مرادف. مرادف far away اللي هي بعيدة هي إيه؟ usual مألوف، late متأخر، near قريب، ولا remote بعيد؟ لأ، هنقول إيه؟ هنقول مرادف synonym far away is remote بعيد. Number two you can make an adverb، يمكنك أن تصنع ظرف. الظرف from the adjective من الصفة final نهائي by adding a الصفة final بمعنى نهائي. هتعمل لها ايه بقى؟ هتضيف لها ايه علشان تبقى ظرف؟ هتضيف لها ly ولا al ولا ful ولا ness؟ هنضيف لها ly عشان تبقى finally يعني اخيرا. هنشوف بعد كده هنا number 3 the antonym of the word before is مضاد كلمة أو العكس بتاع كلمة إيه؟ before. before يعني قبل. طيب عكس قبل هو إيه؟ next يعني القادم، after يعني بعد، ولا above فوق أو أعلى، ولا under يعني تحت. عايزين after before مضادها after يعني بعد. number 4 we add the prefix، نحن نضيف البادئة. إيه البادئة من دول اللي هنضيفها؟ to get the opposite of usual، لنحصل على عكس الصفة usual. usual بمعنى مألوف. طيب عايزين نقول غير مألوف تبقى ايه؟ dis ولا ir ir ولا un ولا im؟ هنضيف un عشان تبقى unusual. unusual غير مألوف. number 5 the word usual، كلمة usual and the word وايه كلمة تاني have the same meaning، لها نفس المعنى. different معناها مختلف، interesting يعني شيق، boring ممل، ولا typical. typical هتساوي usual معناها مألوف أو معتاد أو نمطي وهكذا. هنا عندنا في صفحة 74 في تدريبات هناك في نهاية الصفحة بيقول exercise on vocabulary، تدريبات على المفردات. choose the correct answer from A, B, C or D. key vocabulary number 1 There are 10 English lessons in the a week. يوجد 10 حصص لغة إنجليزية في a week. a week يعني في الأسبوع. map اللي هي خريطة، ولا diary. diary يعني يوميات أو مفكرة. timetable جدول المواعيد، ولا play. play بمعنى يلعب. لا عايزين ايه؟ in the timetable يعني في جدول المواعيد. Number 2 we know it is time for the next lesson، نحن نعرف انه حان وقت الحصه القادمه. when we hear the school a ringing، عندما نسمع a في المدرسه ringing يرن. ball كره، ولا بن صندوق، ولا bell جرس، ولا mail. mail هو البريد الالكتروني او البريد عامه. عايزين bell جرس. من صفحة 75 number 3 بيقول You can know everything about countries, seas and rivers in a class. عايز أقول لك يمكنك أن تعرف كل شيء عن البلاد، البحار، الأنهار في حصة إيه بقى؟ math، الرياضيات، art، الرسم، ولا social studies اللي هي دراسات اجتماعية، ولا English اللغة الإنجليزية social studies. Student book and workbook previous exams، الأسئلة دي جاية من اختبارات سابقة وهي موجودة عندك في student book and workbook. Number 4 It always takes a long time because they are busy، إنه الأمر يستغرق وقت طويل دائما لأن إيه؟
بيزي يعني مزدحم، lessons الدروس أو الحصص، ولا subjects مواد دراسية، roads طرق، ولا hobbies هوايات، الطرق مزدحمة. Number 5 social studies and science are school A، الدراسات الاجتماعية والعلوم دول عبارة عن ايه؟ objects يعني أدوات، يقول school objects أدوات مدرسية، ولا subjects مواد دراسية، teams فرق جمع team يعني فرقة، ولا groups مجموعات جمع group. لا عايزين ايه؟ are school subjects مواد دراسية. Number 6 ايه من المواد الدراسية دي؟ is the subject of how to learn numbers يعني هو المادة الدراسية أو هي المادة الدراسية كيف تتعلم الأرقام، دراما اللي هي الدراما، ولا ماث رياضيات، ولا عربيك اللغة العربية، انجلش اللغة الإنجليزية، ماث رياضيات. Number 7 on a ايه بقى من دول؟ weekend عطلة نهاية الأسبوع، I visit my grandmother أنا أزور جدتي، physical يعني فيزيائي، musical موسيقي، typical يعني نمطي أو نموذجي، ولا national قومي، typical weekend يعني عطلة نهاية أسبوع نمطية أو نموذجي. شوف number 8 بيقول at break في الفسحة بقى، I play games with my friends in the أنا ألعب الألعاب مع أصدقائي في إيه؟ bathroom، ولا playground اللي هو الفناء، ولا laboratory معمل، classroom الفصل، نلعب فين؟ in the playground. المعاصر exercises number 9 we have 7 نحن لدينا 7 إيه on the school day في اليوم الدراسي، trips مفردها trip يعني رحلة قصيرة، ولا breaks مفردها break يعني فسحة أو استراحة، ولا tapes اللي هي مفردها tape بمعنى شريط زي ما احنا بنقول sorry tape يبقى الشريط اللاصق، ولا lessons معناها حصص، عندنا 7 حصص في اليوم الدراسي. Number 10 in a من الكلمات دول class في حصة ايه بقى؟ we learn about acting نحن نتعلم بخصوص acting التمثيل، math رياضيات، دراما اللي هي الدراما أو المسرح، ولا Arabic اللغة العربية، religion التربية الدينية، عايزين ايه؟ دراما. Number 11 what ايه بقى من الكلمات دي؟ do they speak in Korea ايه اللي هم يتحدثوها في كوريا؟ subjects مواد دراسية، lessons حصص أو دروس، ولا languages لغات، studies دراسات، ايه هي اللغات؟ what languages. Definitions اللي هي التعريفات number 12 ايه من الكلمات دي؟ is the time at school هو الوقت في المدرسة، when you don't have lessons حيث ليس لديك حصص، ايه الوقت اللي بيبقى فاضي ما فيهوش حصص، learning التعلم، break الفسحة، ولا study يدرس او دراسة، ولا drama هنقول break الفسحة. Number 13 ايه من الكلمات دي؟ is a large room هو غرفة ضخمة، where people can meet together حيث يمكن الناس أن يلتقوا بعضهم البعض، hall صالة، wall حائط، hall دي بمعنى فجوة أو حفرة، ولا playground playground اللي هو الفناء، عايزين مين؟ hall hall بمعنى صالة. language notes ملحوظات لغوية، expressions تعبيرات، prepositions حروف الجر. number 14 Mona was late منى كانت متأخرة، she had to go to school in a taxi هي عايز اقول هي كانت متأخرة، هي اضطرت ان هي تروح للمدرسة في تاكسي، نقول ايه؟ باي، ولا اون، ولا ات، ولا ان، هناخد حرف الجر ان، لان احنا قلنا المواصلات لو في هنا فاصل قبلها هنستخدم يا اما ان يا اما اون، هنا هنقول ان ا تاكسي، ان ا تاكسي. Number 15 when I عندما أنا إيه home المنزل، I have my lunch أنا أتناول غدائي، هقول take ولا give ولا have ولا get، هقول when I get home عندما أصل للمنزل، أما take يأخذ، give يعطي، have يعني يتناول أو لديه أو عنده. Number 16 my uncle يعني عمي، إيه بقى من الأفعال دي؟ me to school yesterday عايز أقول لك عمي وصلني المدرسة أمس، هيقول إيه؟ made يعني صنع، ده الماضي بتاع make، gave
gave يعني أعطى، الماضي بتاع give، ولا drove يعني عايز أقول drove لما يجي بعدها مفعول، ضمير مفعول يبقى معناها أوصلني إلى، هي دي اختيارنا، drove me to school yesterday. أما went ده الماضي بتاع إيه؟ go. أيتي صفحة 80. Exercises on language، تدريبات على القاعدة. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, which lesson هناخد إيه من الأفعال دي after home economics on Sunday؟ عايز يقول أي حصة إيه after home economics on Sunday؟ عايز يقول أنهي حصة هناخدها أو بناخدها بعد حصة الاقتصاد المنزلي في يوم الأحد؟ will ولا has ولا does ولا is؟ هنقول إيه؟ هنقول is، آدي is هنستخدمها كفعل أساسي في السؤال. أوكي، will دي تعبر عن المستقبل، والسؤال ده مش في المستقبل، هو بيتكلم عن جدول مواعيد، يبقى عايزين مضارع بسيط. has مش هتنفع معانا، معناها has دي معناها يمتلك أو لديه أو عنده، مع he و she و it. does ده فعل مساعد بنستخدمه لما يكون في فعل أصلي في السؤال، هنا مفيش فعل أصلي في السؤال فهنستخدم is كفعل مساعد وفعل أصلي في نفس الوقت. يبقى which lesson، أي حصة أو أي درس بعد الاقتصاد المنزلي في يوم الأحد. Number two، she ناخد إيه من اختيارات دي؟ her breakfast with her family، عايز أقول هي تتناول إفطارها مع عائلتها. طيب هنقول usually has ولا has usually ولا has often ولا often have؟ هنقول ايه؟ هنقول usually has. ليه؟ لان احنا بناخد ظرف التكرار الاول وبعد كده الفعل هنا has هو اللي يتناسب مع الضمير، ضمير الفاعل شي، خلاص. لكن هنا جاب الفعل الاول، لا احنا عايزين ايه؟ ظرف التكرار الاول وبعد كده الفاعل. اما هنا جاب الفعل الأول وبعد كده ظرف التكرار، ودي برضو ما تنفعش، لازم يكون ظرف التكرار الأول. طيب هنا جايب ظرف التكرار الأول، لكن have ما تنفعش مع she، عايزين إيه؟ has. Number three، we ناخد إيه من الاختيارات دي؟ go to the beach، نذهب للشاطئ in winter، في الشتاء. It's too cold to swim، الجو بارد جدا أن نسبح. هنقول never ولا always ولا usually ولا sometimes؟ في حد بيروح الشاطئ في الشتاء لما هو بيقول الدنيا برد جدا، يبقى هنقول ايه؟ we never go. we never go يعني نحن ابدا لا نذهب، عايز هنا نفي بي never. اما always دي معناها دائما، usually عادة، sometimes احيانا. number four، يارا never، يارا ابدا لا، عايزين ناخد ايه من الافعال دي؟ video games. video games اللي هي العاب الفيديو، هنقول watches ولا watching ولا is watching ولا watch؟ هنقول watches. ليه؟ لأن النفي be never لا يمنع أبدا وجود إضافات في زمن المضارع البسيط مع الفعل اللي بيجي مع he و she و it. هنا يارا كأنك بتقول she، خلاص يبقى الفعل ده اللي هو watch ينتهي ب ch، هنضيف له es، خلاص. لكن هنا watching فيها ing، دي تعبر عن الاستمرارية مش مضارع بسيط، وادي كمان is watching gave birth to be we ing، يبقى ده مضارع مستمر. اما watch بس لوحدها مش هتنفع، لازم هنضيف الاضافه اللي هي es عشان never ينفع معاها الاضافات مع الفعل. number five، they home، ناخد ايه من الاختيارات دي؟ to the supermarket on weekends، يعني للسوبر ماركت في عطلات نهايه الاسبوع. هنقول usually goes ولا goes usually ولا go never ولا never go. اولا احنا هناخد اختيار يكون فيه ايه؟ ظرف التكرار الاول وبعد كده الفعل. مين فيهم فيه ظرف التكرار الاول؟ الاختيار A والاختيار D، يعني الاختيار C و D مش هينفع عشان هو جايب الفعل الاول. اوكي، يبقى اما هنختار usually goes او never go. هنختار ايه؟ never go. طيب ليه؟ لانه هنا usually goes خلي بالك فيها es، دي بتيجي مع هي وشي وات فقط، لكن هنا الفاعل they، علشان كده هناخد الاختيار اللي هو فيه go فقط بدون اي اضافات، يبقى ايه؟ never go. نقول كمان اخترنا ليه never go؟ لو بصيت الاربع اختيارات دول احنا عايزين ايه؟
عايزين اد الفاعل وبعد كده ظرف التكرار وبعده الفاعل. مين في دول جايب فيهم ظرف تكرار الاول؟ الاختيار A والاختيار D. اما B و C جايب فيهم الفعل الاول فدول خطأ مش هينفع. طيب تعالى نختار، يا اما usually goes ولا never go. هنقول never go. ليه؟ لانه هنا ال ESD تيجي مع هي وشي وات فقط، لكن الفاعل هنا they، عشان كده هنقول never go. Number 6 هنقول how، ايه من الكلمات دي؟ Do you get up at 6:30 a.m.؟ يعني كم مرة؟ هو بعد كده حتى ايه جاوب قال always يعني دائما. عايز اقول لك كم مرة تستيقظ فيها في الساعة 6:30 صباحا؟ How many؟ لا، how many يعني كم عدد، how long كم المدة او المسافة، how much يعني كم الكمية او الساعة. هنقول how ايه how often، كم مرة، بيتكلم عن عدد المرات، وهنا قال له always يعني دائما. المعاصر exercise التدريبات المعاصر number 7 بيقول my father usually يعني والدي عادة. ايه بقى من الافعال دي؟ the newspaper in the evening، يقرأ الاخبار في المساء. هنقول read ولا reading ولا to read ولا reads. نقول reads. ليه؟ علشان لازم نضيف is مع he و she و it في زمن المضارع البسيط. طيب هنا my father كأنك بتقول he، اهو he، يبقى هنضيف للفعل هنا is. number 8 how often، كم مرة. ناخد ايه من الافعال دي؟ he eat lunch at a restaurant، عايز اقول لك كم مرة يأكل طعام الغداء في مطعم. هنقول how often is ولا do ولا does ولا where؟ هنقول does. طيب ليه؟ علشان الفاعل هنا he مع he وshe وit، بنستخدم الفعل المساعد does في السؤال، عشان يبقى كلمة الاستفهام هي how often، بعد كده الفعل المساعد does، وآد الفاعل he، والفعل الأصلي eat. أوكي؟ طيب أما is دي كان ممكن نستخدمها لو هنا مفيش فعل أصلي، فعل أساسي في السؤال، لكن هنا في فعل أهو اسمه eat. خلاص do بتيجي مع we و they و I و you. where دي معناها كانوا في الماضي، احنا مش بنسأل في الماضي، بنسأل في المضارع، بدليل وجود how often، كم مرة، تعبر عن التكرار. number 9 هنقول هالة، مالها بقى؟ ناخد ايه من الظروف دي؟ goes to school early، تذهب إلى المدرسة مبكرا. she never comes late، هي أبدا لا تأتي متأخرة. يبقى هنقول هالة never goes ولا ever ولا always ولا sometimes. هنقول هالة إيه؟ هالة always goes to school early. ليه؟ معنى الجملة أو سياق الجملة يقول لك هي دائما تذهب إلى المدرسة مبكرا، هي أبدا لا تأتي متأخرة. number 10 أشرف always travels on a train، أشرف دائما يسافر في القطار. this means he، هذا يعني أنه. إيه travels by plane، يسافر بالطائرة. هنقول always دائما، never يعني أبدا أو مطلقا، sometimes أحيانا، ولا often غالبا. هنقول never. ليه قلنا never؟ علشان صيغة النفي دي يجي بعدها الفعل بالإضافات بتاعته مع he و she و it. هنا الفاعل he، عشان كده الفعل travel ضفنا له حرف إس عادي جدا مع النفي بـ never. وهنا معنى الجملة بيقول أنه دائما يسافر بالقطار، هذا يعني أنه أبدا لا يسافر بالطائرة. number 2 read and correct the underlined words، يعني اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. number 1 I play always the drums، عايز أقول لك أنا دائما أدق على الطبول أو أعزف على الطبول. هنقول إيه؟ هنقول I اللي هو الفاعل، بعد كده ظرف التكرار always، وبعد كده الفعل الأساسي اللي هو إيه؟ play. يبقى هنخلي play always، هنخليها العكس بقى، هادي والأول always وبعد كده الفعل play. number 2 how much do you play sport every week؟ قال له sometimes. طالما أجاب بظرف من ظروف التكرار يبقى هو بيسأل عن عدد المرات، عدد المرات بنسأل بإيه؟ how often مش how much. عايزين ايه؟ often. how often، كم مرة. اما how much دي معناها كم كمية او كم ساعة. نشوف صفحة 81 number 3 بيقول Dina sometimes go swimming. Dina آد الفاعل، sometimes ظرف التكرار، الفعل هنا go، هنخليه ايه؟ goes، عشان Dina كأنك بتقول she مع he و she و it، هنضيف للفعل اضافات في زمن المضارع البسيط، هنا هنضيف له ايه؟ es عشان اخره go، يبقى هنخلي دي ايه؟ goes. we both get up in half past
6. عايز اقول لك نحن كلانا كلانا بيستيقظ في هاف باست 6 في الساعة 6:30. ايه التصحيح بقى؟ بدال ان هنخليها ات، عشان احنا دايما بنقول ات للساعات، ات للساعات. المعاصر exercises number 5. Sara and Mona always are happy. هنقول are always happy. ليه؟ لأنه Mona و Sara دول الفاعل. لما يكون في verb to be لا يمكن أبدا يفترق عن الفاعل، لازم الفاعل يجي أول حاجة بعده على طول verb to be وبعدها ظرف التكرار، يبقى هنقول are always. دي are always. number 6. They never walks to school. هم أبدا لا يمشوا أو يتمشوا إلى المدرسة، مش بيروح المدرسة ماشي. طيب هنقول إيه؟ they never walk فقط، مش محتاجين حرف الإس ده، حرف الإس دي إحنا بنضيفها مع هي وشي وإت فقط، أوكي؟ يبقى إحنا محتاجين نقول إيه؟ walk، آدي walk علشان هنا الفاعل they. طيب number 7. How often do you got up at 5 a.m. عايز اقول لك كم مرة تستيقظ فيها في الساعة 5 صباحا. يستيقظ معناها get up، get up مش got up. got up دي كده هي الماضي، لا احنا في السؤال بناخد مصدر الفعل، يعني التصريف الاول للفعل او اللي هو ايه get. ادي get. بعد كده عندك number 8 بيقول we always go to school on Fridays. نحن دائما نذهب الى المدرسة في ايام الجمعة. واحنا دائما نذهب الى المدرسة في ايام الجمعة؟ لا، هنقول we never ابدا او مطلقا، يبقى ادي never. بعد كده عندك number 9. he always have breakfast at 7 o'clock. هو دائما يتناول الافطار في الساعة 7 تمام. طيب he اللي هو ايه؟ هو نقول have؟ لا، هنقول ايه؟ has. has يجي مع هي وشي وات، اما هاف مع اي وي وذاي ويو بمعنى يتناول لما تيجي بعدها وجبه من الوجبات. نمبر 10. نو اي ايفر دو ماي هوم ورك افتر بريكفاست. انا ابدا لا اقوم بعمل واجبي المنزلي بعد الافطار. هقول اي ايه؟ اي نيفر، نيفر لنف، ادي نيفر. نشوف هنا صفحه كام. عندك صفحه 82 General exercises تدريبات عامة on lessons 1 and 2 على الدرسين 1 و 2. Understand افهم apply طبق create ابدع. Complete the following dialogue أكمل الحوار التالي. مازن is talking to أحمد about school. مازن يتحدث مع أحمد عن المدرسة. مازن بيقول إيه؟ طبعا إحنا على طول بنقول لو عندك dialogue تقرأ كل dialogue للآخر علشان تعرف فكرة هو بيتكلم عن إيه، تعرف بإذن الله تجاوب صح. هنا مازن بيتحدث مع أحمد عن المدرسة. مازن بيقول لأحمد هاي أحمد how are you؟ قال له هاي مازن I'm fine thank you. مازن بقى بيسأل سؤال علشان أحمد بيرد بيقول my favorite day of the week is Monday، يعني اليوم المفضل لدي في الأسبوع هو يوم الاثنين. يبقى أكيد بيسأل بيقول له إيه what is your favorite day of the week؟ ما هو اليوم المفضل لديك في الأسبوع؟ قال له إن هو يوم الاثنين. طيب هو بيسأله بيقول له إيه why؟ لماذا؟ ليه قلنا why؟ عشان هنا بيقول because، لأن I have art and PE. أنا لدي حصة رسم وكمان تربية رياضية. مازن بيقول what's your favorite subject؟ ما هي المادة المفضلة لديك؟ قال له my favorite subject is science. عرفنا إزاي؟ عشان هنا بيقول where do you have science at school؟ يعني أين تأخذ العلوم في المدرسة؟ قال له in the laboratory في المعمل. number 2 بيقول read the following اقرأ التالي then answer the questions وبعدها أجب عن الأسئلة. عثمانو، عثمانو ده اسم شخص lives in رواندا، يعيش في رواندا. this is a typical day for him، هذا يوم نموذجي بالنسبة له. on school days في أيام المدرسة عثمانو always gets up at 6:30. دائما يستيقظ في الساعة 6:30. He usually has breakfast with his family. هو عادة يتناول الإفطار مع أسرته. His school is far away. مدرسته بعيدة. So, لذا he takes the school bus at 5 to 7. هو بيستقل الأتوبيس من الساعة 5 لـ 7.
He arrives at school at quarter past seven. هو بيصل للمدرسة في الساعة السابعة والربع. The school bell rings at 8 o'clock. جرس المدرسة بيرن الساعة 8 and the pupils go to school to go to the school hall ويذهبوا للصالة في أو الطرقات في المدرسة. عثمانو اللي هو عثمان has 4 lessons before the break. يأخذ كم حصة؟ 4 حصص قبل الفسحة. At break في الفسحة he talks to his friends يتحدث مع أصدقائه and plays in the playground ويلعب في الفناء فناء المدرسة. He has more lessons after break. لديه حصص أكثر بعد الفسحة. He has lunch at 12:30. هو يتناول الغداء في الساعة 12:30. The school day finishes at 3. عايز أقول لك اليوم الدراسي بينتهي في الساعة 3. He arrives home at 3:30. بيوصل المدرسة في الساعة 3:30 يعني ونص. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, the underlined pronoun he refers to. الضمير الذي تحت خط he يشير إلى مين؟ آدي he بيقول so he takes the school bus at 5 to 7. هو عايز يقولك هو يستقل الأتوبيس. طيب بيتكلم عن مين؟ عثمانه ولا عادل ولا عثمانه's friend ولا سام؟ بيتكلم عن عثمانه. Number two, عثمانه always gets up. عثمانه دائما يستيقظ. Hard صعب، quickly يعني بسرعة، ولا late متأخر، ولا early. early يعني مبكرا. بيستيقظ الساعة كام؟ الساعة كانت 6:30، ده طبعا بدري. number three is underlined word، الكلمة التي تحتها خط break اللي هي الفسحة has the same meaning as، لها نفس المعنى زي ايه من الكلمات دي؟ work يعمل او عمل، ولا rest استراحة، ولا fun مرح، ولا lunch غداء. هنقول ايه؟ rest break هي الفسحة او الاستراحة هي rest. answer the following questions، اجب عن الاسئلة التالية على الفقرة بتاعت عثمانو، بس احنا كاتبين هنا الاجوبة ليه؟ عشان تاخد معانا وقت في الكتابة وانت هتحس ان الفيديو ممل بالنسبة لك. هنا number 4 بيقول ايه؟ give a suitable title for the passage، اعطي عنوان مناسب للفقرة. الفقرة كانت بتتكلم عن مين؟ شخصية رئيسية عثمانو. عثمانو's typical day يعني اليوم النموذجي النمطي لعثمان. number 5 do you think عثمانو's feel tired after his school day؟ هل تعتقد ان عثمان بيشعر بانه متعب بعد اليوم الدراسي؟ I think so. ده طبعا يوم دراسي يبدا من كام؟ من 6:30، يصحى من 6:30 لحد 3:30، ده اكيد يوم مرهق بالنسبه له. Number 6 بيقول why does عثمانو take the bus to school؟ لماذا يستقل الأتوبيس؟ عثمانو بيستقل الأتوبيس للمدرسة. Because his school is far away، لأن مدرسته بعيدة. شوف هنا صفحة 83 بيقول choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1 I sometimes go to the library a break. عايز أقول لك أنا أحيانا أذهب إلى مكتبة المدرسة في الفسحة. قبل break الفسحة تاخد حرف الجر إيه؟ at، عشان نقول at break. number 2 what's the، ما هو ايه بقى؟ عايز ناخد ايه من الكلمات دي؟ between your school and my school، بين مدرستك ومدرستي. يبقى عايز يعرف ايه؟ different. different دي صفة بمعنى مختلف. difference معناها الاختلاف. عايزين دي، عايزين الاسم، هنقول what's the different يعني what is the different، ما هو الاختلاف بين مدرستي ومدرستك. أما typical بمعنى نموذجي أو نمطي، physical بمعنى بدني. number 3 هنقول what، هي من الكلمات دي does school start at 8 a.m. عايز أقول لك إيه الوقت اللي بتبدأ فيه المدرسة؟ قال له الساعة 8 صباح. طيب هنقول what إيه؟ sport. what sport؟ ما رياضة. what time؟ what time does school start يعني ما الوقت الذي تبدأ فيه المدرسة. أما class بمعنى حصة أو فصل. listen بمعنى درس. number 4 نقول Arabic is the main إيه بقى of Arab countries. عايز أقول لك اللغة العربية هي إيه الرئيسية أو الأساسية للبلاد العربية. subject مادة دراسية. sport رياضة. language لغة ولا hobby هواية. هي لغة، اللغة الأساسية الرئيسية للدول العربية. number 5 the subject for learning
The subject for learning about cooking and skills for the home is called إيه بقى؟ عايز أقول لك المادة الدراسية لتعلم الطبخ والمهارات للمنزل اسمها إيه بقى؟ Home Economics يعني الاقتصاد المنزلي، ولا Science علوم دراما، دراما أو المسرح، ولا Computer Studies دراسات الحاسوب، لا هي Home Economics الاقتصاد المنزلي. Number 6 ناخد إيه من المواد الدراسية دي؟ is a subject for learning about هو مادة دراسية للتعلم بخصوص إيه؟ what people believe in ما يؤمن به الناس هو إيه؟ science علوم، math رياضيات، art اللي هو الرسم أو الفن، ولا religion اللي هو التربية الدينية. Number 7 a plane اللي هي الطائرة، ناخد إيه من الاختيارات دي؟ fast سريع، that's why I like flying لهذا السبب أنا أحب flying الطيران. هنقول إيه من الظروف التكرار دي؟ هنقول always is، ولا is always، ولا never is، ولا is never. ركز معايا في الإجابة كده، بص في كل الاختيارات هتلاقي فيهم is ك verb to be. طيب طالما في verb to be في الجملة يبقى الترتيب هيكون كالتالي، الفاعل الأول بعدها على طول verb to be بعدها ظرف التكرار، يبقى فاعل verb to be ظرف تكرار. احنا قلنا verb to be ده أقوى فعل في اللغة الإنجليزية، لا يمكن أبدا تبعده عن الفاعل، عشان كده يبقى بعد الفاعل على طول. طيب فين الاختيارات اللي فيها verb to be؟ أول حاجة عندك is always و is never. طيب هل ينفع نقول، طبعا احنا هنختار is always يعني الطائرة دائما سريعة، that's why I like flying لهذا السبب أنا أحب الطيران. مش هينفع نقول is never، ينفع نقول الطائرة أبدا ليست سريعة، مش ممكن تكون سريعة، لا طبعا هي سريعة عشان كده بنقول is always. أما الاختيارات دي always is و never is دي خطأ، علشان هو جاب ظرف التكرار الأول قبل verb to be. Number 8 هنقول إيه من الاستفهام ده؟ هنقول من صيغات الاستفهام دي do you get up early on holidays؟ تستيقظ مبكرا في الإجازات؟ قال له never، never يعني أبدا أو مطلقا، ده ظرف من ظروف التكرار. دايما لما يجي سؤال موجود قدامك والإجابة بتاعته ظرف من ظروف التكرار، اعرف إن هو بيسأل عن عدد المرات بإيه؟ how often. how often هي كم مرة اللي بتبقى إجابتها بظرف تكرار أو بذكر عدد المرات. خلاص، أما what time دي معناها ما الوقت، when دي معناها متى، و how old يعني كم عمر. خلاص. number 9 do you often، هل أنت غالبا إيه بقى من الأفعال دي your friends on Fridays؟ قال له yes I do، هل أنت دائما تزور أصدقائك في أيام الجمعة؟ قال له نعم أنا أزور. طيب visits ولا visit ولا to visit ولا visiting؟ هنقول visit. ليه؟ لأنه ده سؤال والسؤال بيجي فيه مصدر الفعل بدون أي إضافات، visit فقط لا غير، مش عايزين إضافات لا قبله ولا بعد. number 10 yesterday was a or an، أمس كان إيه بقى؟ day for me يوم بالنسبة لي، it was the same as every day كان هو نفسه زي كل يوم، اليوم ده كان زيه زي كل يوم، يبقى ده إيه؟ ugly قبيح، typical يعني نموذجي أو نمطي، ولا free يعني مجانا أو فارغ، ولا كمان هنا different معناها مختلف، لا ده كان a typical day يعني نمطي أو نموذجي. number 4 read and correct the underlined words يعني اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. number 1 Mr. عادل is never helpful، مستر عادل never هنا أبدا أو مطلقا، helpful يعني مساعد أو متعاون، so لذا we like him لذا نحن نحب مستر عادل. طيب ينفع يكون شخص يكون أبدا أو مطلقا غير متعاون، يكون ليس متعاونا وعشان كده إحنا نحب هذا الشخص؟ لأ، هنقول إيه؟ هنقول بدال never هنقول always، هنغير ظرف التكرار هنخليها إيه؟ always. أدي always مستر عادل دائما متعاون. number 2 what time does you get up، you هنا الفاعل مع الفاعل you و I أو we أو they، نستخدم الفعل المساعد do مش does، does دي بتيجي مع إيه؟ مع he مش you فقط، يبقى عايزين do.
Okay. طيب number two, number three. Angie and Amal has math on Sundays. Angie وأمال عندهم درس رياضيات في أيام الأحد. طيب انجي زائد امال يبقى دول كام؟ دول اتنين. اتنين يعني ايه؟ يعني they. ينفع they نقول has؟ لا، هنقول they have. اوكي، يبقى هنكتب هنا ايه؟ have. ادي have. هنا عندي اجابة مين؟ امال وانجي. number four. he does usually exercises on Fridays. هو عادة يتدرب في ايام الجمعة. هنجيب الفاعل بعد كده ظرف تكرار وبعد الفعل بعد كده الفعل المساعد اللي هو does. هنقول he usually does exercise. ادي usually الأول، ادي usually، لحظة واحدة، ادي usually وبعد كده does. اوكي، بعد كده write a paragraph all about 80 words on. اكتب حوالي 80 كلمة على ايه؟ your favorite subject. اختار بقى المادة الدراسية اللي انت تفضلها، وهتقول انت بتفضلها ليه، بتاخدها فين، تعلمتها ازاي، بتاخد كام حصة، وهكذا. وعندك نموذج موجود في نهاية الكتاب لو حابب تستعين بيه. كده وصلنا لحد صفحة 83. جاوبنا على الدرسين 1 و2 في يار 2. بنفكرك ان احنا شغالين من كتاب جيم، لو حابب تتابع معانا هتلاقيه موجود معاك على القناة. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.